كره من خارج كره تمشي لنيستا نيستا 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 نيمار 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 جول 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 دي نيمار جول دي الغدار جول دي البرازيلو نيمار 1-0 للبرشلونة مارسيلو يخسر الريال الاول نيمار يكسب ليلة العرس الكبرى ويسجل دا سيلفا جونيور في مرمى دياغيتو 1-0 شوف انيستا اش يعمل شوف انيستا اش يعمل انيستا يهز معاه كل دفاع مشاهم يمين يرجعهم يسار يعمل اللي يحب وقت اللي يحب يعطي للمحبوب الجديد للمعشوق الجديد نيمار نيمار وحدة نعديك الثاني نحطها فيك الثالثة جبتها فيك الرابعة نفرح بيك الخامسة وحدة بلاش للبرشلونة جول دي نيمار 1-0 1-0 ما أروعك كلمة أخص بها انيستا بيتهوفن الغرب وزرياب الشرق والمظلوم 1-0 نيمار وصل له نيمار كان رونالدو تسرع في الصقوب هذا بنزيما الله بنزيما والتسديدة القوية ولكن تدخل القائم وكريم بنزيما يندب حظه هو ليس في أفضل حالاته ولكن بدأ في أفضل حالاته في هذه اللقطة العارضة والقائم من فيكتور فالديز ولا حد لكن العارضة والقائم تنقذ الموقف شوف 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 ولا حد معي لك القرار شوف وانت قرر واحكم كريستيانو رونالدو وماسكيرانو وبالتالي سقوط كريستيانو رونالدو على أرضية الملعب شيبو يقول بلنتي خالد ياسين يقول بلنتي علي الشرشيني يقول لا سانشيز سانشيز يعدي سانشيز يستنى سانشيز اللوب يا ولدي يا ولدي يا ولدي الهدف الثاني أليكسيس رائعة 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 الروعة أنت والسحر أنت الله عليك يقولها كل عاشق لبرشلونة والله منك يقولها كل مريد ومحب للريال مدريد أوه أليكسيس سانشيز يوثق لنا السهرة ويكتب في أحد زوايا مرمى العملاق دييغو لوبيز هدف بفكر أليكسيس وعرق سانشيز وروح الشيلي أوه فلتسلم للأمة الكتالونية يا الشيلي أليكسيس سانشيز جولاتو 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 فاران يمشي يمين ما يلقاهاش ليسار ليمين شوف اش يعمل سانشيز شوف اش يبدع شوف فيران حارس متقدم وطول قامت للحارس دييغو ملا كورة ملا صنعة ملا هدف ملا جول ملا بيوت ملا ريت نيمار نيمار وحدة نعديك الثاني نحطها فيك الثالثة جبتها فيك الرابعة نفرح بيك الخامسة وحدة بلاش للبرشلونة جول دي نيمار 1-0 1-0 ما أروعك كلمة أخص بها انيستا بيتهوفن الغرب وزرياب الشرق والمظلوم 1-0 كرة مرة أخرى عن طريق مدريد 3 دقائق رونالدو لهدف شخصي رونالدو لهدف شخصي يعطي كرة خطيرة يدخل خيزي جول جول دي خيزي جول دي خيزي جول للريال مدريد هل ينفع هل يشفع هل يفلح هل تكتب الليلة التاريخية هل يسجل مدريد ما يعتبر بالمعجزة الكروية صعب كثير ولكن رونالدو يصنع السرعة بالفارق ويصنع في الفارق لمسة ويصنع بهدف خيزيه أمل لدقيقتين ل 120 ثانية يرجع الكلاسيكو يولع